لقيته. وهي الخاتم. ما رح أقول شي. تعرفي شغلة؟ أنا رح أقتله هو وبولانتو بالوقت نفسه. فكرته راح ومشي الحال، بس ضل واقف مثل الغبي، ضل حتى يتسمع. وشوفي بولانت إمتى إجا عرض الزواج علي. شو غبي؟ آه، أنت قلتيها بلسانك، أنا ما دخلني هالمرة. هذا الشاب لازم يروح من هون فورا وبأسرع وقت. ليش؟ لأنه أنا هيك بدي. نعم ماما، ولا شيء ولا شيء. خلص أمي، خلص اتركيني بحالي، اتركيني لك. خلص قلت لك حلي حلي. برأيي أنت لازم تتعامل بطريقة تانية مع جسور. شفته مع سوهان، هن كانوا عم بيحكوا مع بعضهم، كان واضح من نظراتهم أنه في شي بيناتهم. شو هالعلاقة الفاضية اللي عم تقولي؟ أنا عم بقول اللي شفته وحسيته. هالشاب بده يخلي سوهان تفكر فيه. شو؟ البنت ما بتتجاهل الشاب اللي أنقذ حياتها. أنا فهماني عليها. رح سكر الشبابيك، الهواء كتير قوي. طالع اتمشى شوي، راجع ما بطول عليك. سلم لي على شيرين. هلا وقتك. الو جسور، بعد عنا سوهان. دور على غير حياة. الو سوهان، صوتك عم بيروح ويجي، التغطية مو كويسة. خلص روح من هون. سمعت؟ ايه هلأ سمعت. هذا كل شي كنت بدي اقوله. طيب ليش رفضتي العرض؟ شو؟ ليش ما وافقتي على عرض الزواج؟ تصبح خير. لا تهربي، جاوبيني. إذا عن جد بدك يعني روح، بمشي. وهذا المطلوب؟ بعد ما تقوليها قدامي، ساعتها أنا ممكن روح. ألو ألو. آه.
في عندك قهوة؟ شكلك متكلف والله. تبقى بتخصمهم بعدين. ليش مصر على هالمكان؟ كورهاني اللي عرضه وأنا قبلت بعرضه، بس هالمكان مو مميز كتير. بالنسبة لي مميز. ليش كنت بدك تبني فندق هون؟ إذا حدا من السكان بيتجرأ وبيحاكيني هيك صدقني ما بيكون مبسوط أبداً. وأنا صرت من السكان. دير بالك، أوعك تحاول تضايقني يا ابن عالم دار. ما بعرف مين أنت وشو بدك، بس ما رح تاخذوا لهالمكان. أنا برأيي بدل ما تعاديني وتاخد موقف فينا نصير أصحاب وساعدك بتحسين هالأراضي. عن جد؟ أنا بحب الزراعة. وينك؟ تعال ساعدني. انت
انت منيح؟ تنفس. خد نفس. شوفي شو بدك؟ في شي بجيبتك؟ خد نفس. لك وينه كمال؟ الو الو، لحقونا في حريبي مزرعة علمدار اوغلو. في حريق مزرعة علمدار. انت خليكي هون، لا تطلعي لبرا، رح شوف شو فيه وارجع. بابا ناصلي. شوفي ناصلي. تاني مرة، الله يجيرنا من المرة الثالثة. معروفك صار كبير كتير. رح أخذ كل شي بيملكه هاد الزلمة، ولا يهمك، رح نصلح بيتك والمزرعة بأسرع وقت، ومن هون لوقتها أنت ضيفنا. رح يقدم لي كل شي وهو عم يضحك ويلعب.
اختفانا. لك شو صار لك؟ شو مانك شايفة؟ صار لك شيء؟ جد عارفة كتير خليني ساعدك بتنظيفه. مش الحال خلاص مو مشكلة. إيدك صار لك ما فيني شيء خلاص. مو معقولة. روح غير ثيابك. اي اي رايح. بالإذن منكم بشوفك بعدين. يلا معافى. اعتبر حالك ببيتك ماشي؟ حاسس حالك يا حسان؟ بتحسن وقت يطلع كمال من السجن. هالموضوع مو من شغلك. كمال ما دخله وأبدا ما بيساويه. لسه ما تأكدنا من الموضوع. في واحد واطي محرضه يقتلني وما حدا غيره بيعرف مين بيكون. بابا كمال ما دخله بهي القصة. حتى أنت وشاهد شاهد من أهله. قلت لك ما دخله ولا حتى بيعمله. وأنا هيك عم قول. عم تتوجع كتير ما هيك؟ بعرف وجع الحرق صعب كتير. لا حرق شو؟ بجوز تكون رضيت وقت اتخانقت مبارح مع جسور. عمي تحسين بيعرف إذا كان حرق ولا لا. تعا خلي شوف إيدك. مو وقت جنانك. ليك صار لي من الصبح عم راقبك. مبين موجوع. شو قصدك تقولي؟ يعني عم تتوجع وما قلت لأي حدا. خلي سوهان تعرف على القليلة. يا بتحكي لي الحقيقة يا أما بخبر الكل عن الموضوع. هاتي لهون. جاهدة جاهدة جاهدة. جاهدة. بتحب نمشي؟ ضروري. لازم نمر على الشرطة وبعدين على النيابة. الظاهر في عجقة اليوم. وانت رايحة؟ محتاج شي؟ ما رح تتركيني اليوم لحالي صح؟ أنا ما في عندي شغل اليوم. ممتاز. كان حادث. كان حادث؟ كيف كان حادث وانت سكرت الشبابيك والابواب من برا؟ ليش مو مصدقتيني؟ عم قلك والله العظيم ما كنت بعرف انه تحسين بيك جوا. يعني انت بس كان بدك تقتل جسور ما هيك؟ لو سمحتي بلا هالحكي. انا كنت سكران وماني بوعي. لا عاد تكذب. كنت غيران. كنت رح تموت من الغيرة. بدي اياك تجيبي هاي الادويه بسرعه مشان يبلش ياخدها. ايه طيب رح خليهم يجيبوها. ايه صح لسه في شغله. انا خليت حراره الغرفه مثل ما قال الدكتور فاوعكم تغيروها لانه لازم تضل بارد. بامرك. شو وينها جاهده؟ ما شفتها. بس ما تكون عم تستفرغ. يلا يلا خلينا نمشي كورهان تاخرنا. ما بدي وصيك. ليكي اذا هني دريو وحدا منهم عرف اني ورا هالقصه بيحرقوني حرق بينتهي مستقبلي. ويمكن حادث سوهان ما كان حادث وانت خططت له كمان. جاهدة انت منتبه لحالك شو عم تحكي؟ شو نسيتي انه سوهان بتكون حبيبتي؟ مو نسياني بنوب بس عمي تحسين مقتنع انه الحادثين وراهن نفس الشخص وبتعرف انه هو كتير صعب يغير رأيه اذا كان مقتنع بشي. جاهدة انت هون؟ ليكي جاهدة جاهدة اسمعيني شوي. استني لحظة. أنا مستعد أعطيكي يلي بدك إياه. بعطيكي كل سروتي بس ما تحكي. هذا الموضوع مأجل. بحاكيك. أي ماشي. خير شو صاير معك؟ ما في شي كورهان بس اشتهيت دبس الفليفلة اللي بتعمله أمه فقلت لبولانت يجيب لي شوي. بولانت ممكن نحكي؟ بعدين.
شبو ليش متضايق هيك؟ أنا برأيي تسأل سوهان، الظاهر إنه كتير مزعوج. بس ما يكون غيران من جسور. بنتي لبين ما نعرف الحقير اللي متقصدنا لا تطلعوا من البيت، ماشي؟ بأمرك عمي. انتبهوا على حالكم. وانتي كمان حبك. برأيي خليكي جنبه هلأ. ايه طبعا رح ضل جنبه، وانتي كمان ما رح تتركي. لازم نخلي الكل يديروا بالن عليه، كل طلباته بتتنفذ وكل يوم بتغيروا له عالجرح. هذا الشاب أنقذ حياة أبي، لهيك هو هلأ أكتر من ضيف بالنسبة لإلنا. عم تفهمي؟ عم افهم. رؤي مو رسمي. هذا توقيع عيلتنا. طيب وعيلتنا شو صار فيها؟ ستي وجدي وينهم هلا؟ موجودين هون وهون كمان. هذا توقيع عيلتنا يا بابا. خير في شي؟ لا بس أنا اجيت حتى قلك إذا احتجت شي فيك تستخدم التليفون يلي جنب التخت. ماشي شكرا. لوين؟ رايحة لحتى أتمشى. بابا قال ما تطلعي لحالك من المزرعة. بس أنا ما رح أطلع برات المزرعة، بدي غير جو. بشوفك. الحمد لله على السلامة. هذا إطلاق سراح مؤقت. ما كان ينضف صدري لهلأ. شو صار معك؟ التحقيق مستمر يا بيك، والشرطة جابوا ابن مدير السجل العقاري وقرايبه على التحقيق كمان. المشتبه فيهن كتار وطلعوا كمان من السجن. عيوني رح تضل عليك. رح ترجع على الاسطبل هلأ؟ برافو عليك. اوعك تفكر القصة انتهت هون يا كمال، فهمان حكي؟ الظاهر ما رح يتركوني بحالي أبداً. أنت في شي مخوفك؟ لا، فالأحسن ما تقول شي بالمرة. تحسين بيك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. في لسه هدول عم يتحقق معهم كمان. الكل يسمع،
اللي عمل الحريق يعترف، رح أعطيكن مهلة لبكرة المساء، حتى لو كان حدا منكن شاكك باسم يحكيه. واللي ما رح يتعاون هالمرة رح حط سندات الدين تبعه بالتحصيل المالي. فكروا تحسين بيك روح، هدول ما بيجوا غير هيك.